مين بيحب المطر؟ طب مين بيحب يقعد تحت الشمس قدام البحر؟ طب مين يعرف امتى في مطر وامتى بيكون الجو حر؟ صح، المطر عادة بيكون في الشتاء والجو بيكون حر في الصيف. الشتاء والصيف وكمان الخريف والربيع اسمهم الفصول الأربعة. الفصول الأربعة يعني أوقات محددة بيكون الجو فيها مختلف عن الباقيين. يعني مثلا الشتاء بيتميز بوجود أمطار وكمان الهواء بيكون ساقع، وطبعا في مناطق بيكون فيها تلج كمان. الصيف بقى بيتميز بأن الهواء بيكون سخن والجو حر جدا. الخريف بيكون بعد الصيف وقبل الشتاء، وبيكون في تراب كتير قوي، وكمان الشجر والنباتات عادة ما بيكونش فيها ورق شجر خالص. أما الربيع طبعا كلنا بنعرفه بالزهور والورد والجو الجميل، وده بيكون بعد الشتاء وقبل الصيف. تفتكروا إيه سبب الفصول دي؟ أنتم طبعا عارفين أن الأرض بتلف حوالين الشمس وبرضه بتلف حوالين نفسها. الفصول الأربعة بتحصل عشان حركة الأرض اللي بتلف حوالين الشمس. الأرض بتلف حوالين الشمس في سنة كاملة، يعني كل ما الأرض تلف لفة كاملة حوالين الشمس بتعمل عيد ميلادك. كمان الأرض مايلة شوية، شايفين؟ وبتفضل مايلة لنفس الناحية وهي بتلف حوالين الشمس، وده بيخلي حرارة الشمس اللي بتيجي على جزء من الأرض ساعات تكون قوية وساعات بتكون ضعيفة. وطبعا لما بتكون قوية ده بيكون فصل الصيف، ولما بتكون ضعيفة ده بيكون فصل الشتاء. تعالوا نشوف سنة كاملة والأرض بتلف حوالين الشمس ونعرف الفصول الأربعة بالشهور. من ديسمبر لغاية فبراير النص اللي فوق بيكون بعيد عن الشمس. شايفين نور الشمس جاي ازاي على نص الأرض الفوقاني؟ مش جاي عليها بشكل مباشر وبيكون ضعيف جدا، علشان كده الجو بيكون ساقع. يعني بيكون النص الفوقاني في الشتاء والعكس في النص الأرض التحتاني بيكون في الصيف، علشان حرارة الشمس تكون مباشرة وأقوى. من مارس لغاية مايو نص الأرض الفوقاني والتحتاني بيكونوا على نفس المسافة من الشمس، يعني الأرض بتكون مايلة بشكل موازي للشمس وحرارة الشمس بتكون على الأرض بشكل متساوي، يعني نص الأرض اللي فوق واللي تحت زي بعض، وده بيكون الربيع في النص الفوقاني والخريف في نص الأرض التحتاني. وبيكون الربيع لأن الشتاء بيخلي الأرض مليانة بالمية، وده بيساعد الورد إنه يتفتح والزهر يكبر في الربيع. من يونيو لغاية أغسطس النص اللي فوق بيكون قريب من الشمس. شايفين نور الشمس جاي ازاي على نص الأرض الفوقاني؟ جاي عليها بشكل مباشر وبيكون قوي، عشان كده الجو بيكون حر، يعني بيكون النص الفوقاني في الصيف ونص الأرض التحتاني بيكون في الشتاء. من سبتمبر لغاية نوفمبر نص الأرض الفوقاني والتحتاني بيكونوا على نفس المسافة من الشمس. دلوقتي بيكون الخريف في النص الفوقاني والربيع في النص التحتاني، وزي ما قلنا الجو في الخريف بيكون حر ومليان تراب ومفيهوش أمطار خالص، وكمان بيكون الشجر والنباتات مفيهاش أي مية، فورق الشجر بيقع ويموت خالص. يا ترى تقدروا ترسموا شجرة أو وردة وشكلها يكون إزاي في كل فصل من فصول الأربعة؟ ارسموا أي حاجة بتعبر عن فصول الأربعة وبعتوها لنا، وإحنا كالعادة هنوريها لكم وهي بتتحرك أو بتتغير. مستنيكم.